إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بكم مرة أخرى في سلسلة تعليم اللغة الإيطالية. دائما الجديد ودائما العبارات الجديدة، فلنبدأ على بركة الله. Allora, qualcuno per esempio ti ha offerto un caffè, قال لك هاك خد القهوة مثلا، انت غادي ترد عليه وتقول له non grazie، إلا ما بغيتيش non grazie. No grazie يعني شكرا، لا شكرا. ولا تقدر تقول له non voglio، non voglio، لا اريد، ما بغيتش. اوكي، لا يمكن تقول له non adesso، non adesso يعني ما بغيتش نشرب دابا حتى من بعد. non adesso يعني ماشي دابا، adesso هي دابا، no هي ماشي دابا. Stai scherzando, stai scherzando. ملي كتقول شي واحد stai scherzando بحال كتقول ليه واش كتدارج، واش كتريغل، واش كتمزح. stai scherzando, stai scherzando. والكلمه الاخرى اللي عندنا peccato، peccato هي للاسف، للاسف. peccato, peccato. Sono molto stanco, sono molto stanco. انا عيان بزاف، مدقدق مسالي. sono هي الverbo essere prima persona singolare، sono io sono. molto يعني بزاف، stanco هي تعبان، تعبان. sono molto stanco. نقول لك انت مثلا تعبان، اش غنقول لك؟ sei، sei molto stanco، sei molto stanco. allora الجمله اللي عندنا من بعد vado a riposarmi، vado a riposarmi. vado هي غادي نمشي، فين؟ a riposarmi، a riposarmi غادي نرتاح، غادي نرتاح. del verbo riposare، ri riposare. ملي كنقول riposarmi ديك مي يعني تترجع ليا انا، riposarmi. ملي كنقول لك انت مثلا سير ترتاح، شنو غادي نقول لك؟ vai، vai. نو معليش نقول vado، vai seconda persona singolare، vai a riposarti، vai a riposarti، غادي ندير تي ماشي مي. اوكي، voglio dormire، voglio dormire. ديك voglio هي بغيت، شنو بغيت؟ ناس، dormire. voglio dormire. شنو غادي نقول لك انا مثلا انت بغيت ناس؟ نقول لك vai، سير، vai a dormire، vai a dormire، سير ناس. اوكي، التحت عندنا è molto presto، è molto presto يعني مازال بكري بزاف، مازال الحال على الناس. اي مولتو، مولتو هي بزاف، بريستو يعني بكري، بكري. كنقول مثلا لا ماتينا، صباح، لا ماتينا فادو، كنمشي اللافورو، الخدمه. لا ماتينا فادو اللافورو مولتو بريستو، لا بريستو. ملي كنقول مولتو بريستو يعني مبكر بزاف، ملي كنقول بريستو يعني بكري، presto io bkri. Andiamo al bar, andiamo al bar. يلا نمشيو للقهوة أو المقهى. andiamo il verbo andare al presente في المضارع. andiamo al bar. لو بغيت تقول انت غتمشي للبار تقول vado al bar، vado al bar، غادي نمشي للبار. والجملة اللي عندنا لتحت او بيزونيو دي اون كافي، او بيزونيو دي اون كافي يعني انا محتاج القهوة، محتاج هي بيزونيو، بيزونيو هي محتاج. لو نقول انت محتاج غنقول اي، اي بيزونيو،
nel verbo avere, avere, o, yani ana, محتاج, ho bisogno, ana محتاج, li kan gol, hai bisogno, yani, nta, ولا انتي محتاجة ولا محتاج. اوكي conosco la tifa, conosco la tifa, يعني انا كنعرف لا تيفا. conosco al verbo conoscere al presente per المضارع conosco. لو تقول انت كتعرف لا تيفا conosci la tifa. Conosci la tifa. Seconda persona singola, che angolo sci, conosci. La canuta, Alex, al angolo, conosci la tifa, conosci la tifa, o asca taf la tifa. Adirgulio, sì, conosco la tifa, conosco la tifa. Ulema butis taud la tifa, adirgul, la conosco lena di cla, kataud lena la tifa. Poi andiamo al test. Non conosco nessuno. Non conosco nessuno. Enaya, ma kan aref ta wahed. Kan aref ta wahed. No, ya, la. Conosco, kan aref. Nessuno, yani ta wahed. Kan aref ta wahed. Non conosco nessuno. Ila bghiti tqul kan aref shi wahed, ghadi tqul conosco qualcuno. Conosco qualcuno, يعني كنعرف شي واحد. كونوسكو qualcuno. كونوشي qualcuno qui. كونوشي qualcuno qui. واش كتعرف شي واحد هنا؟ كونوشي واش كتعرف؟ qualcuno شي واحد. qui يعني هنا. allora الجواب كما قلنا في الأول يقدر يقول non conosco nessuno. Non conosco nessuno. يعني ما كنعرف حتى واحد. يقدر يكون مثلا الجواب سي conosco qualcuno. سي conosco qualcuno. إيه كنعرف شي واحد. أه؟ vieni a vedere. vieni a vedere. يعني اجي تشوف. يعني مثلا بغيت نوري لشي واحد شي حاجه نقول له فييني فيربو فينيري اجي فييني ا فيديري فيديري تشوف فيربو فيديري فييني ا فيديري الى بغينا نكملوا هذيك الاكسبرسيون اللي قلنا دابا فييني ا فيديري نقدروا نكملوا ونقولوا او اونا كوزا بير تي او اونا كوزا بير تي يعني عندي واحد الحاجة ليك ليك انت او هي عندي فيربو افيري بريما بيرسونا او اونا كوزا شي حاجة كوزا هي حاجة اونا كوزا بير تي بير ليك تي انت بير تي allora لي كندير ديك او La seconda persona singolare, كنقول I, I, يعني عندك. كنقول O, عندي. كنقول I, عندك. I, una cosa per me. Per me. يعني كنهضر معاك أنت. إذا ديك تي غتحيد غتولي مي. I, una cosa per me. تقول لي سي O, una cosa per te. Okay. Ho un problema. Ho un problema. يعني عندي مشكلة. Ho عندي un problema. هي مشكلة. هنا واخا كتشوفوا la A ديال problema. راه هاد لا بارولا اي ماسكيلي. ماسكيلي يعني مذكر. هنا كاين واحد ليتشيسيوني. هنا اكسبسيون. يعني كاين شي كلمات اللي كيساليو ب أ ولكن هما مذكر مسكيري بحال دابا ولكن الأغلبية ديال لي بارولي اللي عندهم أ هما فيمينين بحال مثلا كازا كازا الدار كنقول أونا كازا ما كنقولش أون كازا أونا كازا بزاف ديال
كلمات اللي كيساليو ب ا وهما فيمينين، ولكن كاين شي وحدين اللي كيساليو ب ا وهما مذكر ماسكيلي. الورا ملي كيقول لك شي واحد او اونا بروبليما، تقدر تقول لي مثلا كي بروبليما، كي بروبليما، كي بروبليما يعني اش من مشكل عندك، كي بروبليما. الورا هنايا الجواب غادي يكون مثلا، إذن لا ريسبونس مثلا ديال هذاك الشيء اللي قلنا او اون بروبليما، يقدر يكون مثلا المشكل ديالك انك كتقلب على بارتمان. شنو غادي تقول؟ il mio problema، il mio problema يعني المشكل ديالي هو انني كنقلب على بارتمان. غادي تقول ليه cerco un appartamento، cerco un appartamento يعني كنقلب على بارتمان. cerco un appartamento، cerco هي كنقلب و بارتمان هي الشقة. ولا يقدر يكون مثلا الجواب ديال او اون بروبليما بحال هذا، او بيرسو لي كيافي دي كازا، او بيرسو لي كيافي دي كازا يعني ودرت سوارت ديال الدار. او بيرسو يعني ودرت، كتشوفوا او اللي هي الفيربو افيري، ولكن هنايا ماشي في البريزنتي، هنايا كتسمى اوزيلياري ماشي في البريزنتي، ولكن الفعل اللي قدامها اللي هو بيرديري صرفينه في الماضي. ملي كنصرف الفعل في الماضي كندخل معاه الفيربو افيري. او بيرسو، او بيرسو يعني فقدت، لمشاو ليا فقدت. او بيرسو يعني فقدت، مشاو ليا. او بيرسو لي كيافي، لي كيافي سوارت، سوارت المفاتيح ديالاش ديال الدار، دي كازا، دي ديال كازا ديال الدار. او بيرسو il mio documento، او بيرسو il mio documento يعني تودر ليا دوكومون ديالي، الوراق. انا كنقولو ملي كنقولو ميو دوكومنتي يعني بحال قلتي ورقه وحده، لا كارت ناسيونال مثلا، حنا في التاريخ كنقولو مشاو ليا الوراق. واخا هنايا باش يقول لك هو راه مشاو ليا الوراق يعني بزاف، غادي يقول لك ايمياي، هذيك اللي كتبت لتحت ايمياي، او بيرسو ايمياي دوكومنتي، كنحيد ديك او كندير اي، ايمياي دوكومنتي. اوكي il mio documento o i miei documenti. lascio il mio posto, lascio il mio posto. lascio هي غادي نخلي، il mio يعني ديالي، اشنو posto هنا كنعنيو به البوست دو ترافاي يعني الخدمه ديالك. لاشو il mio posto، غادي نخلي الخدمه ديالي، ما باقيش نخدم. بيركي، بيركي علاش، بيركي حنا غنشوفو مثلا علاش. الورا بيركي، بيركي il lavoro è molto stressante، il lavoro è molto strezzante. Strezzante يعني شاق، متعب. il lavoro يعني العمل، الخدمة. e molto يعني بزاف، strezzante يعني شاق. نقدروا نقولوا مثلا il lavoro è molto faticoso، faticoso. il lavoro è molto faticoso، faticoso هنا متعب، متعب جاية من la fatica، la fatica هي التعب، التعب. اوكي il lavoro è molto stressante، لا il lavoro è molto faticoso. sono d'accordo con te، sono d'accordo con te يعني انا
راني متفق معاك. Sono, il verbo essere, prima persona singolare. Sono d'accordo, d'accordo, يعني متفق معاك. كون هي مع أو مع من؟ تي، معاك أنت، كون تي. أوكي، ألور الجملة اللي لتحت، ساي داكوردو كومي، قول شي واحد واش أنت متفق معايا؟ ساي داكوردو كومي، ساي داكوردو كومي، ساي سامبل الفيربو إسري. لكن هنايا سيكوندا بيرسونا سينغولاري داكوردو هي متفق كون مع امن معايا انا كون مي كي سونو داكوردو كون تي سي داكوردو كون مي questo è il mio punto di vista questo è il mio punto di vista, يعني هذا هو الرأي ديالي أو وجهة النظر ديالي. Questo è il mio ديالي. Questo هذا io يعني ديالي. Punto di vista هذه العبارة هذه punto di vista كتعني وجهة النظر ديالي. ها اللي كان بغي نقول لك أنت مثلا أشنا هي وجهة النظر ديالك أنت وجهة النظر ديالك أنت شنو غادي نقول لك Quale è il tuo punto di vista? Shna hiya l-wijhat nadar dialek. Quale è il tuo punto di vista? Ti consiglio di pensare bene. Ti consiglio di pensare bene. Allora, mi dica un ti consiglio, يعني كنصحك ti consiglio di pensare, باش تفكر, di pensare, il verbo pensare, di pensare, ti consiglio di pensare, كنصحك باش تفكر, ولا نقدر نقولو di pensare bene. باش تفكر بزاف باش تفكر بزاف كي تي كونسيليو دي بنساري ولا تي كونسيليو دي بنساري باني مثلا طرحتي شي حاجة على الصديق ديالك او الصديقة ديالك شي مشروع ولا شي حاجة الور قبل ما غادي تشرعوا في داك الشيء غادي تقول ليه Ti consiglio di pensare, ti consiglio di pensare bene.